الرئيس السيسي يواجه بتوفير الاحتياجات اللازمة للقطاع الزراعي باعتباره عصباً أساسياً لجهود التنمية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يواجه بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة. وزير الخارجية يستقبل رجوب واتفاق رؤى الجانبين على أن أي طرح لحل القضية الفلسطينية يجب أن يقوم على وحدة الأراضي الفلسطينية وتعزيز دور السلطة الوطنية. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، فمرحبا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الاحتياجات اللازمة للقطاع الزراعي، وقد جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيد الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيري الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وفي سياق منفصل، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء اليمين القانونية للمستشار عبد الرزاق محمود شعيب رئيسا لهيئة قضايا الدولة، كما منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة السابق. قرار رئيس جمهورية مصر العربية منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للسيد المستشار مسعد عبد المقصود بيومي حسن رئيس هيئة قضايا الدولة السابق تقديرا لخدماته الجليلة للدولة. قرار رئيس جمهورية مصر العربية يعين السيد المستشار عبد الرزاق محمود عبد الرحيم شعيب رئيسا لهيئة قضايا الدولة. أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالشرف والأمانة وأن أحافظ على أسرار الدولة وأن أحترم الدستور والقانون. وقد أشاد السيد الرئيس بالجهود المقدرة التي تقوم بها هيئة قضايا الدولة العريقة في الدفاع عن حقوق الدولة والحفاظ على المال العام. كما عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والعقيد الدكتور بهاء الغنم المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. ذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول سبل توفير احتياجات المشروعات الزراعية والمائية ومن بينها مشروع الدلتا الجديدة ومشروعات جهاز مستقبل مصر بجميع أنحاء الجمهورية، مع إبراز ما تتميز به تلك المشروعات من تكامل اقتصادي شامل من خلال تفعيل مكونات التصنيع والتوزيع والتسويق والتصدير والتنمية العمرانية، وذلك في إطار سياسة الدولة لتعظيم العائد الاقتصادي من المشروعات الكبرى بجانب ما توفره بالأساس من مكاسب استراتيجية جوهرية فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي المصري. كما اطلع السيد الرئيس على الجهود الجارية لتطوير البحوث وتعزيز الابتكارات في مجالي المياه والزراعة والاستفادة من التجارب العالمية ذات الصلة واستخدام أحدث التقنيات لتعظيم الإنتاجية. وفي هذا السياق تم عرض جهود الحكومة على صعيد توفير احتياجات الأراضي الزراعية من المياه خاصة من خلال تكثيف استخدام أنظمة الري الحديث. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتوفير الاحتياجات اللازمة للقطاع الزراعي للبناء على ما تحقق به من تقدم خلال السنوات الماضية وبما يؤدي لتحقيق طفرة في التوسع الرأسي والأفقي في الإنتاج الزراعي، مؤكدا أن قطاع الزراعة يمثل عصبا أساسيا لجهود التنمية سواء فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات المحلية من الغذاء باعتبار ذلك ضمن محددات الأمن القومي أو من خلال تعظيم الاستفادة من تصدير المنتجات الزراعية الوطنية للخارج، بالإضافة إلى ما توفره تلك المشروعات من فرص عمل جديدة للمواطنين بما يسهم في تدعيم الاقتصاد الوطني. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة، ووجه السيد الرئيس في هذا الإطار بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها استجابة لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص. وأكد الرئيس السيسي أن استجابته لتوصيات الحوار الوطني نابعة من رغبته الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق
حقوق الإنسان. كما شدد الرئيس السيسي على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق دون أن يتحول لعقوبة. كما أكد السيد الرئيس أيضا على أهمية تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ. أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن اعتزازه وتقديره للاستجابة العاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصيات المرفوعة من الحوار الوطني الخاصة بقضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية. وتقدم مجلس الأمناء بالشكر للرئيس لدعمه الكامل للحوار الوطني والاستجابته العميقة للتوصيات الصادرة وثقته بأن جميع التوصيات المتفق عليها هي نتيجة للمناقشات الجادة التي تميزت بالتعدد والتخصص، كذلك الانحياز التام لتطبيق العدالة الناجزة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، معربا عن تطلعه من جميع الجهات المعنية بسرعة العمل على تنفيذ التوصيات ووضعها موضع التطبيق. في إطار الجمهورية الجديدة التي أرسى مبادئها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تتضمن اهتمام سيادته بأسس تعزيز العدالة والحريات، تلقى مجلس أمناء الحوار الوطني بكثير من الاعتزاز والتقدير الاستجابة العاجلة للرئيس السيسي للتوصيات المرفوعة من الحوار الوطني الخاصة بقضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية. الاستجابة السريعة تكللت بتوجيه الرئيس السيسي لإحالة التوصيات للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تلك التوصيات المتفق عليها والتي بلغت 24 توصية، حيث تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، بينما تبقت 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها. الاهتمام الرئاسي السريع بتوصيات الحوار الوطني ثمنه مجلس الأمناء الذي تقدم على الفور بالشكر للرئيس السيسي لدعمه الكامل للحوار الوطني ولاستجابته العميقة للتوصيات الصادرة ولثقة الرئيس السيسي بأن جميع التوصيات المتفق عليها هي نتيجة مناقشات جادة تميزت بالتعدد والتخصص، وكذلك لانحيازه التام لتطبيق العدالة الناجزة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني حرص الرئيس السيسي على إقامة حوار وطني بين جميع القوى السياسية والشبابية والحزبية والنقابية والمجتمع المدني ودعمه الدائم له، فضلا عن متابعة تنفيذ مخرجاته الذي يمثل خطوات مهمة لخلق مساحات مشتركة نحو بناء الجمهورية الجديدة تحت شعار وطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. وفي هذا السياق أشادت قيادات حزبية بتوجيهات الرئيس السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل دليلا قاطعا على جدية الحوار الوطني في تناول القضايا الهامة والمحورية التي تمس حقوق الإنسان وتحقق العدالة الجنائية. جاء ذلك بعد مناقشات جادة وموضوعية بمشاركة 120 متحدثا يمثلون جميع الأطياف المصرية، من بينهم شخصيات سياسية وحقوقيون وشخصيات عامة ونواب وممثلو الأحزاب ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية وممثلون من لجنة العفو الرئاسي. وخلصت مناقشات جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة في هذا الصدد إلى إجماع على تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي والثقة الكاملة في الإرادة السياسية العليا الداعمة لها. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ رضا صقر رئيس حزب الاتحاد. أستاذ رضا، بعد التحية، قراءتك لاستجابة القيادة السياسية لتوصيات الحوار الوطني وذلك بشأن ملف العدالة الجنائية والحبس الاحتياطي. أستاذ رضا صقر، مرة أخرى قراءتك لاستجابة القيادة السياسية لتوصيات الحوار الوطني وذلك بشأن ملف العدالة الجنائية والحبس الاحتياطي. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. طبعا إحالة السيد الرئيس لتوصيات الحوار الوطني بشأن ما جاء بالحبس الاحتياطي، طبعا ده ترسيخ للمبادئ الدستورية وترجمة لمطالب الأحزاب والقوى السياسية داخل الدولة المصرية. أهمية الخطوة بإحالة هذه التوصيات بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة
وهي بتعني سرعة اتخاذ إجراءات لازمة. السيد الرئيس أراد بهذا سرعة اتخاذ إجراءات لازمة لتفعيل تلك التوصيات المتوافق عليها من القوى السياسية واستجابة للمناقشات والجلسات الطويلة التي تمت في الحوار الوطني والتي تميزت بالتعدد والتخصص. نعم. أيضا تأكيد عملي على متابعة السيد الرئيس لكل جلسات ومخرجات الحوار الوطني وما يتوصل إليه. ودائما السيد الرئيس يعني قال أن كل ما يخرج من الحوار الوطني في صلاحياته الدستورية قال سأتخذ بها قرار فورا دون نقاش، وما يحتاج إلى إحالته للحكومة لإصدار قوانين وتشريعات لمجلس الشعب سيتم إحالتها الحكومة. وهكذا الرئيس صدق في وعده. قبل كده السيد الرئيس برضو أصدر قرار بالإشراف القضائي بناء على توصيات الحوار الوطني، وكان برضو استجابة سريعة خلال 24 ساعة. وللمرة الثانية السيد الرئيس بيستجيب بسرعة معهودة، وده إذا كان بيعني أن القيادة السياسية عازمة على الانتهاء من ملف حقوق الإنسان والحريات بما يتفق مع الدستور وبما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبما يتفق مع المعايير والقوانين الدولية. كل ده بيعني أنه دي رسالة للداخل والخارج، رسالة للداخل أنه الاهتمام أن السيد الرئيس مهتم بالدولة المصرية بالمواطن المصري ومهتم ببناء الإنسان المصري، وده يعني أنه هو مش بس قضية الحبس الاحتياطي والحقوق والحريات، لا، الاهتمام في كل مناحي الحياة. إذا كنا بنعمل مشروع حياة كريمة فده اهتمام بالمواطن المصري، إذا كنا بنقضي على العشوائيات فده اهتمام بالمواطن المصري وبناء الإنسان المصري، إذا كنا بنعمل طرق وكباري فده برضو لإراحة وتحقيق الاستثمارات داخل الدولة المصرية اللي علاقة بالمواطن المصري. فإذا بصينا على المشهد كله هنلاقي أن المشهد كله بيعني أن السيد الرئيس شغله الشاغل وهمه الرئيسي أنه والحكومة ومؤسسات الدولة هو الإنسان المصري، سواء كان على مستوى بنائه، سواء كان على مستوى الحماية الاجتماعية، سواء كان على المستوى السياسي والاقتصادي. فكل هذه الأمور بتعني أن الدولة المصرية في تلاحم وتناغم وفي استمرار في الدفع بهذا المسار والملف الخاص ببناء الإنسان وأخرهم الحبس الاحتياطي، الموضوع اللي كان بيؤرك الشارع المصري واللي كنا بنتكلم فيه في الحوار الوطني مرارا وتكرارا. طيب أستاذ رضا، حضرتك لمست نقطة مهمة جدا عايزة أتوقف عندها، وهي أنه حقوق الإنسان لها أبعاد كثيرة جدا، أبعاد سياسية واقتصادية وكذلك أيضا مجتمعية، يريد حضرتك تتكلم أكتر عن هذه النقطة تحديدا. ملف حقوق الإنسان هو ليه أبعاد سياسية واقتصادية وليه أبعاد دولية. صحيح. أكلمك على الأبعاد الدولية الأول لأنه ده الملف اللي بيتاجر بيه على مصر دايما. يعني احنا شفنا النهاردة ازدواجية المعايير، وشفنا يعني انتهاك لحقوق الإنسان في الاعتداء الغاشم على أهالينا في غزة، وشفنا قد ايه المجتمع الدولي بيقيل بمعيارين. ده المجتمع اللي كان دايما يقول لنا حقوق الإنسان. السيد الرئيس في إحدى اللقاءات في أعتقد كان في فرنسا لما قال لهم حقوق الإنسان المصري والمواطن المصري إحنا نعرفها وهي مختلفة عندنا عن عندكم، وده الحقيقة. إحنا عارفين حقوق المواطن بتاعنا إيه، هو محتاج إيه، هو محتاج تعليم، هو محتاج صحة، هو محتاج سكن، محتاج حياة كريمة، محتاج إنك تذللي له العقبات، محتاج يعملوا له ضبط الأسواق وارتفاع الأسواق. هو ده المواطن المصري محتاج، ده احتياجه الحقيقي، محتاج تدخل السرور والبهجة على أسرته بالإفراج عن المحبوسين. ما هو ده برضو عمل هام جدا إنك تدخل البهجة والسعادة والارتياح، إن المواطن المصري يشعر أن الدولة والقيادة السياسية مهمومة ومهتمة بالقضايا. يعني ايه واحد محبوس؟ لا، دي قضية كبيرة جدا، دي قضية مهمة جدا، دي بتشغل القيادة السياسية والدولة المصرية، بدليل انه صادر قرار بالبحث في قانون الاجراءات الجنائية، وعلى المستوى الداخلي بحثنا في قانون الاجراءات الجنائية وعدلناه اللي كان من سنة 1950، وعدلنا قانون الحبس الاحتياطي بما يتلائم مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان. فعلى المستوى الداخلي طبعا احنا اصدرنا، السيد الرئيس اصدر الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان عام 2021، وبالتالي
كان تطبيقها هو الافراج في غير المناسبات واستخدام حقه الدستوري في الافراج عن المساجين، كان تطبيقها ايضا في تعديل قانون الحبس الاحتياطي والغاء الاكراه البدني ونقله بالمنفعه العامه وتقليل مدد الحبس الاحتياطي والتعويض. كل هذه الامور بتعني انه القياده السياسيه والدوله المصريه عازمه في الداخل انها تنهي هذا الملف، تنهي ملف السجون والناس اصحاب الراي والفكر والمحبوسين على ذمه قضايا في ظل حبس احتياطي خرج عن مساره الطبيعي وهو اللي هو يعني اجراء احترازي اصبحت عقوبه. فالسيد الرئيس تفهم ده جيدا وطلب بتطبيق القانون، ده مش عقوبه، ده اجراء احترازي، تطبيق القانون وتفعيله على ارض الواقع والاستجابه ايضا الفوريه. بشكرك شكرا جزيلا استاذ رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، شكرا جزيلا على هذه المشاركه. أشادت قيادات حزبية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل دليلا قاطعا على جدية الحوار الوطني في تناول القضايا المهمة وكذلك المحورية منها والتي تمس حقوق الإنسان وتحقق العدالة الجنائية. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا بشأن مراجعة الأجندة التشريعية ومشروعات القوانين التي سيتم تقديمها للبرلمان. شهد هذا الاجتماع استعراض أهم مشروعات القوانين التي يجري التشاور بشأنها كأولوية للحكومة، وذلك خلال دور الانعقاد المقبل. من هذه المشروعات تعديلات قانون أملاك الدولة الخاصة. وخلال الاجتماع تم كذلك استعراض عدد من مشروعات القوانين الجديدة المقترحة وقيد الدراسة للوزارات والمزمع إحالتها إلى مجلس النواب. وقد حظيت المشروعات الخاصة بالصحة والصناعة والسياحة باهتمام كبير من الحكومة، حيث تضعها على أجندة الأولويات في الدور التشريعي المقبل. كما عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض خطط ومشروعات شركة أكوا باور السعودية في قطاع الطاقة وتحلية المياه وخططها للتوسع في السوق المصرية. وفي مستهل الاجتماع أكد مدبولي على أن الشركة السعودية تعد من أهم الشركاء الذين تسهم مشروعاتهم في تحقيق رؤية الحكومة المصرية بزيادة مكون الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، مشيرا إلى نجاحاتها في مشروعات تحلية مياه البحر. وأكد في هذا الصدد على أهمية العمل على توطين مكونات الصناعات المرتبطة بمشروعات تحلية مياه البحر. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجدداً أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الفريق جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح. وخلال اللقاء شدد عبد العاطي على رفض مصر القاطع لأي مخططات لتهجير الفلسطينيين، بالإضافة إلى الحرص على الإنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية دون أي عراقيل. كما استعرض عبد العاطي الجهود التي تطلع بها مصر على صعيد حشد التأييد للاعتراف بالدولة الفلسطينية على الساحة
والمصلحة الدولية والاتصالات التي تجريها مع كافة الدول لنقل رؤيتها بضرورة العمل على إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. من جانبه أشاد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح بالدور المصري المهم والمحوري في دعم القضية الفلسطينية وما تبذله من جهود من أجل التعامل مع الأزمة في قطاع غزة وتداعياتها الأمنية والإنسانية. كما اتفقت رؤى الجانبين بشأن أهمية أن يتأسس أي طرح لحل القضية الفلسطينية على وحدة الأراضي الفلسطينية والاستناد إلى مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى ما تمليه التحديات الراهنة من ضرورة وحدة الصف الفلسطيني وتعزيز دور السلطة الوطنية ما يضمن تحقيق تطلعات وأمال الشعب الفلسطيني. بحث وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التطورات في قطاع غزة والتصعيد الذي تشهده المنطقة نتيجة تداعيات الحرب الجارية. خلال هذا الاتصال اطلع عبد العاطي الأمين العام على محصلة الاتصالات التي تقوم بها مصر لنزع فتيل التصعيد الخطير في المنطقة والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع بشكل يهدد استقرار المنطقة، وكذا جهود الوساطة المصرية الأمريكية القطرية لوقف الحرب بصورة عاجلة. من جهته ثمن غوتيريش الجهود المصرية الدؤوبة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، مؤكدا على دعم المنظمة الأممية الكامل لهذه المساعي. هذا وقد توافق الجانبان على أهمية التوصل إلى صفقة بشكل عاجل يتم بموجبها الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى والمحتجزين. حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وأوامر جيش الاحتلال المتكررة بالإخلاء لمناطق واسعة في القطاع تحد من عمليات الإغاثة التي تعيقها بالأساس القيود المفروضة من سلطات الاحتلال وشح الوقود وغير ذلك من التحديات. ذكر المكتب الأممي في بيان له أن أجزاء من طريق صلاح الدين وهو ممر حيوي للبعثات الإنسانية كانت مشمولة بأوامر الإخلاء الأخيرة التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في محافظة دير البلح وسط قطاع غزة. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على أنحاء قطاع غزة وذلك لليوم 20 بعد 300 على التوالي، تزامنا مع حرب التجويع والحصار المطبق على القطاع لا سيما على شمال القطاع. ونسفت قوات الاحتلال مبان سكنية في دير البلح بوسط قطاع غزة وفي بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس وفي مدينة رفح الفلسطينية بجنوب القطاع. كما استهدفت قوات الاحتلال خيام النازحين في جنوب القطاع فضلا عن استهداف منازل في شمال القطاع أيضا. هذا وأعلنت السلطات الصحية في غزة عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 40,223 شهيدا و92,900 181 مصابا، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال قد ارتكبت 4 مجازر خلال 24 ساعة ماضية فقط، راح ضحيتها 50 شهيدا و124 مصابا.
320 يوما لم تتوانى فيها آلة القتل الإسرائيلية عن إزهاق الأرواح وتشريد الأبرياء، بل لم تسترح تلك الآلة من عملها يوما، ولم تترك فرصة للفلسطينيين لالتقاط الأنفاس ليلا أو نهارا. هنا في تل الزعتر بمخيم جباليا في شمال القطاع، طواقم الدفاع المدني تواصل منذ ساعات الصباح الأولى انتشال جثامين قضت تحت أنقاض منزل مستهدف وسط آمال للوصول إلى أحياء، مشهد لم يختلف عما يحدث في كل مناطق القطاع. وفي وسط قطاع غزة وتحديدا في دير البلح، نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية تزامنا مع غارات جوية من قبل طيران الاحتلال بمنطقة شرق رمزون، كما كان هناك قصف مدفعي جنوب شرق بلدة المصدر والمناطق الشرقية لمدينة دير البلح، كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه المنازل خلف منتزه البلدية المحاذي لطريق صلاح الدين بالمدينة. وفي جنوب القطاع شنت طائرات الاحتلال غارة جوية استهدفت المناطق الشمالية الشرقية لمدينة خان يونس، وقصفت محيط مدينة حمد غربي المدينة، وأطلق الطيران المروحي النار في محيط مدينة حمد السكنية مستهدفا كل متحرك في المنطقة، بل نسف جيش الاحتلال مباني سكنية في بلدة القرارة شمال خان يونس. خيام النازحين الفارين من العمليات لم تسلم هي الأخرى من العدوان الغاشم، لتستهدف قوات الاحتلال خيام النازحين في مواصي غرب رفح الفلسطينية، كما نسف الاحتلال بنايات على رأس ساكنيها في تلك المنطقة. مشاهد الدمار والقتل والتشريد باتت متكررة، لم تختلف إلا في أسماء الشهداء ومناطق الاستهداف التي ترصدها أعين الشعوب من كل مكان بغضب متصاعد، ويشاهدها قادة المجتمع الدولي بصمت تام. نشرتنا تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. التحقيقات النهائية للسلطات الإيرانية تخلص إلى أن طائرة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي سقطت بسبب الظروف الجوية. اعتمد الحزب الديمقراطي رسميا كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن كمرشحة عنه لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر المقبل أمام منافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب. وفي آخر استطلاعات الرأي تقدمت المرشحة الديمقراطية في عموم الولايات المتحدة بأربع نقاط على ترامب. رسميا صدق الحزب الديمقراطي على اختيار كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن كمرشحة عنه لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر المقبل أمام منافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب. وخلال مؤتمر الحزب قالت هاريس إنه يشرفها الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي، وإنها ستشق وإياهم طريقا جديدا نحو المستقبل والحرية وفق تعبيرها. يشرفنا جدا أن نكون مرشحين لكم، هذه حملة مدعومة من قبل المواطنين، ومعا سنرسم طريقا جديدا للمضي قدما، مستقبل للحرية وفرصة للتفاؤل والإيمان. لذا شكرا للجميع في شيكاغو وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة، شكرا لكم. من جانبه أدلى الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بخطاب أمام الحشد الداعم لهاريس، مؤكداً أن السباق الرئاسي الأمريكي سيكون متقارباً في بلاد منقسمة يعاني فيها الكثير من الأمريكيين، مشدداً على أن الولايات المتحدة جاهزة لتولي هاريس منصب الرئاسة. إننا لا نحتاج إلى 4 سنوات أخرى من التهديد والتلعثم والفوضى، لقد شاهدنا هذا الفيلم من قبل، ونعلم جميعاً أن الجزء الثاني عادة ما يكون أسوأ. أمريكا مستعدة لفصل جديد، أمريكا مستعدة لقصة أفضل، نحن مستعدون للرئيس كاميلا هاريس. وفي تطور ذي صلة، نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن حملة هاريس جمعت نحو 500 مليون دولار منذ ترشحها للرئاسة، وهو رقم غير مسبوق يعكس حماس المانحين قبل الانتخابات. وفي آخر استطلاعات الرأي أظهر استطلاع لشركة مورنينج كونسولت تقدم المرشحة الديمقراطية هاريس في عموم الولايات المتحدة الأمريكية بأربع نقاط عن ترامب.
نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مصدر مطلع أن تحطم الطائرة الهليكوبتر الذي أسفر عن مقتل الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي في مايو الماضي سببه الظروف الجوية وعدم قدرة الطائرة على تحمل الوزن الذي كان على متنها، وذلك وفقا للنتائج النهائية للتحقيق. كان رئيسي قد لقي حتفه إلى جانب وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وستة مرافقين عندما تحطمت المروحية التي كانوا يستقلونها فوق منطقة جبلية في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد خلال عودتهم من مراسم تدشين سد عند الحدود مع أذربيجان. منح البرلمان الإيراني الثقة لأعضاء التشكيل الحكومي الذي اقترحه الرئيس مسعود بزكشيان، وجاء ذلك في الاجتماع التاسع للبرلمان لمراجعة مؤهلات الوزراء المقترحين لتشكيل الحكومة، وكان عددهم 19 وزيرا أبرزهم عزيز نصير زادة لحقيبة الدفاع وعباس عراغي للخارجية، بينما ضم التشكيل امرأة واحدة وهي فرزانة صادق للطرق والتنمية الحضرية. جناب آقای سید عباس عراق التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في موسكو. قال بوتين إن موسكو وبكين لديهما خطط مشتركة واسعة النطاق ومشروعات في المجالات الاقتصادية والإنسانية، ونتوقع أن تستمر لسنوات عديدة. من جهته أكد تشيانغ أن الصين مستعدة للعمل مع روسيا لتعزيز التعاون العملي الشامل. تحمل زيارة رئيس الحكومة الصينية لي تشيانغ إلى روسيا أهمية كبيرة، خاصة في ظل التطورات المتسارعة على مستوى العالم، إذ تعد رسالة تأكيد على ضرورة توحيد المواقف الصينية الروسية أمام الإجراءات الأمريكية. هذا ويبحث رئيس الحكومة الصينية في موسكو القضايا الراهنة وتطوير العلاقات الروسية الصينية في إطار الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي، فضلاً عن بحث التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، بالإضافة للمشاريع المشتركة في قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة والنقل وغيرها من المجالات. وتشمل الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات الحكومية والمشتركة ما بين بكين وموسكو، والاجتماع الدوري 29 ما بين رئيسي حكومتي البلدين، خاصة أن هذا العام يصادف الذكرى 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية ما بين البلدين، ويمثل بداية العام الثقافي الصيني الروسي. كما سيزور رئيس الحكومة الصينية أحد أكثر حلفاء الدب الروسي ولاء، وهي بيلاروسيا، وذلك لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة، حيث تشهد العلاقات ما بين البلدين زخما تنمويا متسارعا تعزيزا للثقة السياسية المتبادلة ما بين الجانبين في السنوات الأخيرة، فيما حقق التعاون الصيني البيلاروسي نتائج مثمرة في تنفيذ مبادرة الحزام والطريق. أغلقت السلطات الروسية مطارات في مدينتي مورمانسك وأباتيتي في شمال غرب البلاد، ذلك أمام الرحلات الجوية، وفرضت قيودا على استخدام المجال الجوي فوق المدينتين. تتخذ روسيا مثل هذه الإجراءات تحسبا لهجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية المحتملة أو الفعلية، علما بأن مدينة مورمانسك تستضيف قاعدة جوية عسكرية. يواصل سكان منطقة بوكروفيسك الأوكرانية الفرار مع تواصل تقدم القوات الروسية في شرق أوكرانيا، ذلك رغم الهجوم الذي تشنه كييف في منطقة كورسك الحدودية الروسية. سيطر الجيش الروسي على قرية تلو الأخرى في الأسابيع الأخيرة في القطاع من الجبهة، وهو حاليا على بعد نحو 10 كيلومترات من مدينة بوكروفيسك التي يناهز عدد سكانها 53 ألف نسمة، دعتهم السلطات الأوكرانية
الإيرانية إلى مغادرتها وبشكل عاجل. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن عمليات القوات الأوكرانية في كورسك مستمرة وأنها سيطرت على عدد من المناطق، كما أكد على أهمية أن يفي شركاء بلاده بالتزاماتهم لدعم كييف بالأسلحة والذخائر. معركة تكسير العظام ومحاولات لمس الأكتاف بين روسيا وأوكرانيا تتصاعد داخل حلبة مدينة دونيسك، وعلى الرغم من الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك الروسية وتقدمها في هذه المنطقة الحدودية، تواصل القوات الروسية العاملة في دونيسك تقدمها بشكل سريع، حيث أعلنت خلال اليومين الماضيين استعادة السيطرة على قريتين جديدتين، بما يعني أن الهجوم الأوكراني لم يستطع وقف التقدم الروسي في محاور القتال الأخرى. التحرك الأوكراني المدعوم من الغرب والولايات المتحدة استفز الدب الروسي، فصارعت القوات الروسية بالهيمنة العسكرية على بلدة زيلاني في دونيسك، وامتدت قبضتها إلى قرية نيويورك في المقاطعة ذاتها، كما استهدف الجيش الروسي القوات الأوكرانية في عدة مناطق وبؤر حيوية في دونيسك، وتم صد 6 هجمات مضادة شنتها القوات الأوكرانية، لتبلغ خسائر أوكرانيا ميدانيا أكثر من 360 عسكريا و13 مركبة وعدد من المدافع. المناوشات العسكرية الأخيرة بين أوكرانيا وروسيا أشعلت الحرب الإعلامية الباردة بين موسكو وواشنطن، حيث قال سيرجي شيموزوف الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الولايات المتحدة وحلفائها في المعسكر الغربي يخاطرون بتأجيج حرب عالمية إذا استمرت واشنطن في التحريض على الصراع في أوكرانيا والسماح لكييف بمهاجمة الأراضي الروسية. وأوضحت شيموزوف أن موسكو تشعر بالثقة ولديها ما يكفي من الأسلحة بعد مرور أكثر من عامين على بدء الحرب، مشيرا إلى أنه من العسير تحديد إطار زمني لتوقيت نهاية الحرب طالما تستمر واشنطن في توريد أسلحة إلى كييف والسماح بشن هجمات في عمق روسيا. وكانت واشنطن قد سمحت لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية ضد أهداف على الأراضي الروسية للدفاع عن مدينة خاركيف، تزامنا مع تصاعد مطالبات أوروبا بالسماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأوروبية ودعوة الأمين العام لحلف الناتو في وقت سابق إلى إعادة النظر في بعض تلك القيود لتمكين الأوكرانيين من الدفاع عن أنفسهم بحسب تعبيره. تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني ومحافظ كفر الشيخ اللواء علاء عبد المعطي محطة دسوق الرئيسية لمياه الشرب ومحطة معالجة مياه الصرف الصحية، وأشار الشربيني إلى توجيهات الرئاسة بسرعة إنجاز مشروعات حياة كريمة، وذلك لتوفير الخدمات لـ60 مليون مواطن، فيما أكد المحافظ أن كفر الشيخ تشهد طفرة غير مسبوقة في مجالات البنية التحتية والأساسية، مشيرا إلى أن هذه الطفرة تعد ثمرة إنجازات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. الحقيقة كان الهدف من هذه الزيارة أن احنا نقف على أول حاجة طبعا موقف أعمال التشغيل والصيانة ورفع كفاءة المحطات القائمة اللي موجودة وتعظيم الاستفادة منها بشكل كبير جدا، والتأكد من سلامة الموقف المهمات ومتابعة جودة المياه المنتجة تحديدا، سواء مية الشرب النقية اللي بيتم تقديمها للمواطنين أو مية الصرف المعالج اللي يا إما بتتصرف على بعض المصارف أو بيتم ري طبعا المسطحات الخضراء بيها. من أولوياتنا بالنسبة لمواطني أهل كفر الشيخ إن احنا نوصل لهم مياه نقية نظيفة وتصل لكل مواطن في كفر الشيخ، وأيضا نعالج مياه الصرف الصحي ونستغلها الاستغلال الأمثل، وبالإضافة للتفقد بعض مشروعات مبادرة حياة كريمة وهي المبادرة الأولى عالميا تستهدف كافة القرى في الريف المصري للوصول لكافة المواطنين بكافة الخدمات بكافة المرافق. We'll be right back.
للمزيد حول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة انضم إلينا كريم بابرس مراسل التلفزيون المصري. كريم، هل لك أن تطلعنا على أهم الفعاليات لديك الآن؟ تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية لا تتوقف، وبالطبع من أهم هذه الفعاليات التي ملأت أرجاء العالمين الجديدة في الأيام السابقة واليوم أيضا تحديدا هي الفعاليات الرياضية. ربما بدأت الفعاليات الرياضية اليوم بماراثون الدراجات الذي شارك فيه 1000 دراجة مختلفة الأنواع وعدد كبير من الفئات العمرية، من الأطفال والشباب والكبار ومن الرجال والسيدات والأولاد والبنات، كل الفئات العمرية كانت متواجدة في هذا الماراثون من مختلف المحافظات المصرية. شاركوا اليوم في ماراثون تقريبا 10 كيلومترات داخل مدينة العالمين الجديدة، وهي فرصة للترويج أكثر بأهمية ركوب الدراجات واستخدامها بدلا من المواصلات بشكل عام في المسافات القصيرة، وهي رياضة هامة جدا بالنسبة لعدد كبير من فئات الشعب المصري. كانت هذه من أهم الفعاليات التي بدأت عصر اليوم وانتهت منذ قليل. أيضا جزء هام جدا من الفعاليات الرياضية هنا في مصر بشكل عام هي استضافة الألعاب بشكل عام واستضافة المسابقات العالمية في مصر، إما في العالمين الجديدة وفي العاصمة الإدارية الجديدة. لذلك منذ قليل تم الإعلان في مؤتمر صحفي داخل مدينة العالمين الجديدة ومن هذا المكان من النورث سكوير عن بطولة العالم للأندية لكرة اليد أو كأس العالم لكرة اليد هنا في مصر التي تستضيفه أيضا العاصمة الإدارية الجديدة. تم الإعلان عن هذه المسابقة الدولية الهامة، ونظرا لأيضا قوة مصر في هذه اللعبة ووصولها للمركز الرابع في الأولمبيات، ولكن أيضا دائما مصر مرشحة لأن إما أن تأخذ ميداليات، مرشحة لميداليات في الأولمبيات في كرة اليد أو حتى في كأس العالم بشكل عام. كنا قد استضفناها من قبل في مصر كأس العالم لكرة اليد. بالطبع يشارك هذه المرة كأس العالم للأندية لكرة اليد يشارك النادي الأهلي المصري ونادي الزمالك المصري في هذه البطولة هذه المرة، ونظرا لأننا البلد المستضيف يحق لنا اختيار المجموعة التي ستكون فيها النوادي المصرية بشكل عام. بالإضافة لذلك أيضا استمرارا للفعاليات الرياضية كما ذكرت منذ قليل، فهي فعالية الفنون القتالية المختلفة MMA تحت مسمى هذه المرة القاضية، هذه اللعبة التي ستلعب أيضا في العالمين الجديدة بمشاركة 8 جنسيات من وعدد كبير من اللاعبين. هي فنون قتالية مختلفة، يقوم اللاعب أو اللاعبة بالدخول بشكل عام في الحلبة، وتكون مسابقة عبارة عن استخدام عدد مختلف من ومتنوع من الفنون القتالية من الجودو والجوجيتسو والتايكوندو والكاراتيه والبوكسينج والكيك بوكسينج، كل هذه الألعاب مجمعة في لعبة واحدة فقط في العالمين الجديدة. بالإضافة لذلك أيضا الفعاليات الثقافية والترفيهية والغنائية، الجميع في انتظار يوم الجمعة القادم وتحديدا حفل كايروكي والذي لقى إقبالا كبيرا في حجز التذاكر، لذلك متوقع أن يكون إقبال كبير جماهيري من مختلف الفئات العمرية يوم الجمعة القادم، فضلا عن استمرار بالطبع الفعاليات الثقافية والترفيهية في الممشى السياحي من الفرق الشعبية والفنون الشعبية بشكل عام التي تلقي أيضا إقبالا كبيرا من الجماهير والعائلات والأطفال. هذه هي الصورة من العالمين الجديدة، والآن أعود إليكم مرة. أشكرك جزيل الشكر كريم بابرس مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا على هذه المتابعة. انطلق ماراثون الدراجات الضخم في مهرجان العالمين الجديدة وذلك بمشاركة 1000 دراجة. يقود هذا الماراثون 50 من نجوم منتخب مصر للدراجات، ما يضيف لهذا الحدث طابعا تنافسيا وكذلك أيضا على الصعيد الحماسي. فعاليات رياضية لا تتوقف، رالي سيارات، كرة سلة، كرة طائرة، حتى وصلنا للدراجات بماراثون انطلق بمهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية. شارك في الماراثون 1000 دراجة انطلقت من بداية ممشى العالمين السياحي على مسافة 10 كيلومترات. الحمد لله رب العالمين، دي المرة الثالثة أشارك هنا فيها في مدينة العالمين الجديدة. أنا مبسوط جدا أن أنا بشارك هنا أنا وتيم فريق كفر الشيخ للدراجات، مبسوط جدا بالمدينة العالمين الجديدة، هنا منظر حضاري جميل جدا، منظر مشرف. هي بجد من أحلى المدن، وأنا بجد كنت هو أحسن اختيار أن هو في مدينة العالمين للماراثون. يقود الماراثون 50 من لاعب المنتخب المصري للدراجات إلى جانب لاعبين من مختلف الجامعات والمحافظات في شوارع العالمين الجديدة بعد أن تم تجهيزها وتأمينها للفعالية.
اولا هدفنا هو نشر فكره ركوب الدراجات، وان احنا بننشر ان احنا ان الشباب كلها تركب دراجات عشان اولا نقلل من كثافه العربيات ونقلل من التلوث البيئي اللي موجود في المكان. ده مكان تحفه، كل حاجه منظمه وكمان المكان كله جميل. هي جميله قوي، بنعرف ناس جديده والمكان منظم والبطوله منظمه وكل واحد عارف دوره ايه، فهي حاجه جديده بنجربها، حاجه حلوه قوي. فعاليات متنوعه ثقافيه وترفيهيه ورياضيه تستضيفها العالمين الجديده بعد ان تحولت من مدينه العشرين مليون لغم الى مدينه سياحيه من الطراز الاول. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. قال وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي إن الشركة المتحدة للخدمة الإعلامية أصبحت الشريك القوي للوزارة في استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى. وجه صبحي الشكر خلال كلمته على هامش قرعة بطولة العالم للأندية لكرة اليد في العالمين الجديدة لمجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة لاستضافة هذه البطولة الشهر المقبل، مشيرا إلى استضافة 400 بطولة على أرض مصر، وأكد حرص الوزارة على أن تصبح مصر وجهة لكافة البطولات العالمية والدولية. من جهته أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى أن مصر لديها الإمكانيات لتنظيم دورة أولمبية كاملة وليس بطولة كأس عالم فقط، موجها الشكر للشركة المتحدة على كل ما تقدمه للرياضة المصرية على المستوى المحلي والعالمي. أنا بشكر من خلال وزارة الشباب والرياضة المتحدة الرياضية الحقيقة اللي وفرت معانا جزء كبير جدا كإدارة لقطاع خاص وطني مع القطاعات المختلفة مع الداعمين للرياضة المصرية. الحقيقة الدعم الكبير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا الحكومة المصرية وعلى رأسها دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. الحقيقة أصبحنا في نقلة كبيره جدا لشكل ومضمون وعمل الرياضه المصريه. الدوله الوحيده اللي فيها فرقتين الاهلي والزمالك، والزمالك والاهلي، وطبعا دي حاجه يعني تسعدنا جميعا ان شاء الله كده يبقى يعني بطوله منظمه على اعلى مستوى ناجحه ان شاء الله نعمل نتائج ايضا في هذه البطوله. أما الآن وقفتنا الاقتصادية بنشرة التاسعة نتابعها مع محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا إلهام وشكرا لحكمة. إلى أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. أكد البنك المركزي أنه قرر في إبريل 2024 زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليصبح 250 ألف جنيه بدلا من 150 ألفا و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلا من 20 ألفا تيسيرا على المتعاملين مع البنوك. وقال البنك المركزي المصري أنه لا صحة لما تردد بشأن مطالبة البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية من سبتمبر، ويهيب البنك المركزي بضرورة تحري الدقة لدى تداول أي معلومات غير دقيقة خاصة بالقطاع المصرفي لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤثر على القطاع بصفة خاصة والاقتصاد القومي بصفة عامة. في أسواق البترول العالمية شهدت أسعار النفط ارتفاعا خلال التعاملات، وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 53% لتصل إلى 77 دولارا و61 سنتا للبرميل، كما صعدت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 56% لتصل إلى 73 دولارا و58 سنتا للبرميل، بينما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 84% لتصل إلى $2.29 سنتا للتر، وهبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 68% لتصل إلى $2.18 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي عقد يومي 30 و31 من يوليو أن مسؤولي المجلس يميلون بقوة نحو خفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل في سبتمبر. وأضافت التفاصيل الواردة في محضر الاجتماع أن العديد من المشاركين كانوا يرغبون في خفض الفائدة على الفور.
كشفت وزارة العمل الأمريكية أن أرباب العمل في البلاد أتاحوا وظائف أقل كثيراً مما توقع الخبراء خلال عام حتى مارس الماضي، ما يؤكد المخاوف المتنامية لمجلس الاحتياطي الاتحادي بخصوص صحة سوق العمل مع استعداده لبدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر. وتم خفض تقديرات وزارة العمل لإجمالي الوظائف خلال الفترة من إبريل 2023 إلى مارس 2024 بمقدار 818,000 وظيفة. نهاية أخبار اقتصاد. من جديد أعود إلى ريهام وحكمة. شكرا محمد. دعا المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوغ إلى تضامن أوروبا مع أفريقيا لتوفير عادل للقاح الفيروس جدري القردة. شدد كلوغ على ضرورة أن تظهر الحكومات الأوروبية التزاما سياسيا قويا وتضامنا مع القارة السمراء للقضاء عليهم، مؤكدا انخفاض مخاطر فيروس جدري القردة على عامة السكان سواء كان من النوع الأول الذي هو وراء انتشار المرض حاليا في شرق وسط أفريقيا أو من النوع الثاني الذي تفشى في عام 2022 في أوروبا، رافضا المقارنة بين فيروس جدري القردة وكوفيد 19. كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت جدري القردة مرضا فيروسيا سريع الانتشار، وأعلنت الأسبوع الماضي حالة طوارئ صحية عامة دولية. Need for a coordinated response is now greatest in the African region. The Africa Center for the Region. والآن تحولوا معا إلى أهم أخبار الرياضة في نشرة التاسعة. مرة ثانية ومحمد عبد الله، إليك محمد. شكرا حكمة وشكرا إلهام. إلى أخبار الكرة والملاعب، أخبار الرياضة. أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد سوبر كلوب عن وقوع الأهلي مع برشلونة في المجموعة الثانية وفق لاختياره كمنظم للبطولة، بينما حل الزمالك في المجموعة الأولى مع فيس برايم المجري وتوباتي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية. ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة في صالة العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 27 من سبتمبر وحتى 3 من أكتوبر المقبل. تأهل فريق الإسماعيلي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر بعد الفوز على سموحة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسماعيلية في إطار منافسات دور 16 من البطولة. كما تأهل فريق زد إلى الدور ذاته بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بثلاثية نظيفة في الوقت الإضافي من المباراة بعد انتهاء الوقت الرسمي للقاء بالتعادل السلبي. وتجرى الآن مباراة الزمالك ونظيره طلائع الجيش على استاد السلام في إطار منافسات دور 16 من بطولة كأس مصر. كان الزمالك حسم تأهله إلى دور 16 من البطولة بعد تخطيه نظيره بروكسي الناشط في دور المحترفين بالفوز عليه بنتيجة 5-2. ولحساب منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر تجرى الآن مباراة بيراميدز مع نظيره الجونة على استاد الدفاع الجوي. وكان بيراميدز قد تأهل إلى دور ربع النهائي بعد فوزه على أبو إير الأسمدة بهدف نظيف، بينما تأهل الجونة إلى الدور ذاته بركلات الترجيح أمام الترسانة بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي. نهاية أخبار الرياضة، من جديد أعود إلى ريهام وحكمة. شكرا لك محمد. ضربت أمطار غزيرة قرى في مقاطعة لياونينغ بشمال شرقي الصين، ما أدى إلى فيضانات وانهيارات أرضية واسعة. ونتج عن هذه الكوارث تقطع السبل بأكثر من 300 شخص وانقطاع الاتصالات في المنطقة وفقا لوسائل الإعلام الصينية. هذا وتم إجلاء أكثر من 7000 شخص في مدينة هولدا، وأرسلت السلطات المحلية مروحيات للمساعدة في إنقاذ العالقين.
أما الآن فإلى أخبار الطقس. نعود مرة أخيرة إلى محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا لهام وشكرا لحكمة. إلى أحوال الطقس وأبرز درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن سود غدا الخميس طقس رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلاً طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً الخميس على محافظات مصر العظمى والصغرى، والبداية من القاهرة 36-26، الإسكندرية 33-25، مطروح 32-23، بورسعيد 33-25، والإسماعيلية 38-24، وإلى السويس 37-25، العريش 33-24، طابة 38-28، شرم الشيخ 40-23، والغردقة 41-29، إلى الأقصر 43-28، أسوان 44-29، الوادي الجديد 43-29، حلايب 38-29، وشلاتين 43-30. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة على شاشة التلفزيون المصري، ولا يتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس السيسي يوجه بتوفير الاحتياجات اللازمة للقطاع الزراعي باعتباره عصباً أساسياً لجهود التنمية. الرئيس السيسي يوجه بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة. وزير الخارجية يستقبل الرجوب واتفاق رؤى الجانبين على أن أي طرح لحل القضية الفلسطينية يجب أن يقوم على وحدة الأراضي الفلسطينية وتعزيز دور السلطة الوطنية. بالتذكرة انتهت نشرة التاسعة. تحية لكم وإلى اللقاء. في أمان الله.